على عيونكم كبرنا الجائزة وضعفنا وصارت 2 مليون دولار. مسابقة الفل تعود إليكم. أنت بتعمل على الموبايل إيه يا ولد؟ أنا ببعت الأغ. أغا؟ أنت بتعرف أغوات يا ولد؟ مصطفى الأغا ما بتاع بطولة الحلم. يا ابني بطل الهبل اللي أنت فيه. مضيع فلوسك على المراجيح وشوية على المشاريع الفارغة وشوية على المسابقات اللي لا بتكسب ولا بتربح وفاكر نفسك فهلاوي. يا ابني أنت أهبل وريالتك تملى طش. هو جلب وموز لسه في منه في التلاجة ولا خلص؟ والنبي ما في التلاجة إلا دمك يا بعيد. أنا نفسي كده تاخد بالك من شغلك وتركز وتسيبك من الهبل ده كله، شغلك اللي هيعيشك. لا شغلي إيه بقى ماما يا عم؟ أنا مش رايح البنك تاني. يا لهوي! يا خدتك في ابنك يا رجاء! يا دي الشيلة ويا دي الحطة! رحنا على جمل وجينا على بطة! واحدة واحدة بس يا حاجة، بطة إيه وجمل إيه؟ أنا اشتغلت إنترنت بانكينج. نعم يا روح أمك، وده يطلع إيه ده؟ يعني هو هشتغل من البيت يعني عن طريق الانترنت، عن طريق بقى الموبايل واللابتوب وكده يعني. وعلى كده هيدوك فلوس؟ لا كروت شحن. اكيد يوم هيديني فلوس مش شغل يا حبيبتي. انا اول مره اسمع ان في واحد يقعد في البيت زي النطه ويلعب على الموبايل ويقبضوا فلوس. الدنيا اتغيرت دلوقتي يا ماما، يعني دلوقتي شغال على النت وان شاء الله مرتبي هينزل اول كل شهر على الراوتر. الميزه بقى يا ماما في الانترنت ده ان انا هاخد مكافاه في عيد راس السنه الماليه. لا مدام راس السنه الماليه يبقى ربنا يجعلها هابي نيو يير عليك. يا صالح يا صالح ما تقوم تفتح عشان تكمل شله المعاتيه. بالراحه، بيوت الناس ليها حرمه. طب خلي بقى اللي خايف على حرمته وتترمل يكلمني ولا نص كلمه. يا صالح في ايه؟ خير؟ جايبنا على ملا وشنا. ايه ده بس عشان موجود ايه؟ ما جوه يا عادك. خش يا عم. في ايه؟ خش. السلام عليكم. ازي حضرتك يا طنط؟ اخبار حضرتك ايه؟ ما شاء الله وشك منور بدر. قمر قمر يا طنط. الا قولي، هو ابوك لسه حرامي بياكل مال الغلابه ياض؟ حضرتك ليه يا طنط كل ما بتشوفيني بتقولي لي الكلام ده؟ ما اصل اللي عنده فلوس قد كده يبقى يا حرامي يا جاسوس. انت ابوك جاسوس ولا؟ ميرسي يا طنط، كتر خيرك. تسلمي. يلا يلا بينا. خش خش خش. يلا نخش. ايه بس ثواني بس، صندوق طبيخ الحاجه. ده انا جعان قوي والله. يلا اسود. انت بترمي السيجاره في الارض؟ عايز تولع لي الشقه؟ انت فاكرها الزريبه اللي انت عايش فيها؟ جرايه يا مصالح. انت ايه مصالح دي؟ هو انا الخدامه اللي بتنضف لكم البيت؟ ليه ماليش اسم تناديهولي؟ جرايه يا صالح، انا ساكت عشان خاطرك انت. لو النبي ما تسكتش. خش عليا يا عسل. عايز تضربني؟ جرايه يا مصالح. في ايه؟ ما تضرب. الله صل على النبي. انا ساكن عشان خاطرك انت. خلاص يا حاج، صل على النبي. بس ضيف برضه. وطي. لا هنضرب بالقلم. وطي. لا وطي هات السيجاره. حاضر. ايه انت بتديها لي؟ روح ارميها في الزباله. روح ارمي. اه اهو ارميها في الزباله. خلاص 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 معلش يا صالح. خلاص بقى معلش. خش اجري على الاوضه. اجري على الاوضه. يلا. اتجننت يا صالح؟ عايز تسرق البنك؟ يا ابن اللعيبه يا فاجر، انا معاك يا نجم في المصلحه دي. مصلحه ايه يا متخلف؟ يا عم المصلحه دي طلع لنا بالميت 60,000 جنيه. 60,000 جنيه يا زقرو؟ واحنا رايحين نسرق ابو حيدر بتاع الشاورما؟ يا عم سيبنا احلم. البنك يومها هيبقى فيه 15 مليون جنيه. يا نهار اسود ومنيل، 15 مليون جنيه؟ لا ده احنا نعمل نمره ونغب على البنك واحنا كافلين بيها. انتوا كافلين بيها؟ انا مش هعمل كده. صالح انت عايز تسرق؟ عايز تبقى حرامي؟ انا ما قلتش سرقه، قلت هنستلف. عمليه استلاف. يعني انت عايز تقنعني ان احنا هنرجع الفلوس دي للبنك تاني؟ لا طبعا يا عمرو، احنا حراميه يا حبيبي. احنا هنستلف ال 15 مليون، هناخد منهم 10 ونقسمهم علينا كالاتي. انا 4 مليون وكل واحد فيكم 3 مليون. بس دي مش قسمه العدل يا نجم. تمام، خد انت بقى ال 60,000 وابقى من الحوار ده. لا خلاص انا راكب معاك في ال 3 مليون خلاص. هيبقى كام يا عموره؟ 5 مليون نحطهم وديعه في البنك، هيطلعوا لنا نص مليون جنيه في السنه. نرجع للبنك فلوسه خلال 30 سنه. هيبقى معانا كام؟ ال 5 مليون الوديعه نقسمهم علينا بالعدل. انا 3 مليون وكل واحد فيكم مليون. ليه يا نجم؟ انت واخد كام؟ 3. ودي مليون يبقوا كام؟ 4. وانا واخد كام؟ 4. يبقى اسمه العدل ولا لا؟ سلامتك. شفت بقى؟ ولا انت البنجو بتاع عم مجدف لحسلك دماغك. انا اسرق بنك؟ يا نهار اسود يا نهار اسود. انا اسرق بنك؟ لا 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 لا، انا مش هعمل كده. لا
لا عمور يا حبيبي، احنا هنشغل البنك فلوسه ويبقى معانا فلوس، فلوس بجد مش فكه، ونعمل مشاريع ونكبرها. ونكبر السايبر. خليك معايا بس. طب انت مش عايز تستقل عن ابوك؟ ها؟ ومعاك عربيتك وفيلتك بملك الخاص، تنزل السوق وتعمل مشاريع وتكبر وتنجح، وابوك يشوف نجاحك بعينيه. ويتضايق ان انا نجحت من غيره ويتشل. مثلا. المهم بس دلوقتي يا نجم، هنسرق البنك ده ازاي؟ ايه؟ بيقول هنسرق. بسم الله عليك. بيقول هنسرق. بسم الله الرحمن الرحيم. ده سوقي ده، اسمها استلاف، عملية استلاف يا زقرو. حاضر يا نجم. هنستلف البنك ده ازاي؟ لا معرفش. تعرفش ايه يا نجم؟ يعني احنا قدامنا لغايه بكره، هفكر فيها وانتوا برضه دوروها في مخكم كده. انا مش هدور حاجه في دماغي ومش هسرق بنوك. بشورك. بس انت اللي اخترت يا صاحبي وعرفت سرنا. طالما عرفت سرنا يبقى لازم السر يندفن معاك. هو هيموتني؟ اقروا، انت اتجننت ولا ايه؟ امي بره ما ينفعش هنا. خدوا بقى ممر البوسطه انت ويجي جنب مغاوري. الله يرحمك يا مغاوري. صالح، هو الحيوان ده ممكن يقتلني بجد؟ انا ما اضمنوش، ده حرامي ممكن يبقى قتل قتلة. معانا ولا تونس مغاوري؟ لا معاكم. لا تونس مغاوري. لا 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 معاكم خلاص. لا تونس مغاوري. خلاص قلنا معاكم بقى. خلاص خلاص يا عم زقرو. لا يونس مغاوري. ما خلاص بقى. خلاص كده اتفقنا. ها؟ بكره نتقابل عندك في الفيلا. عند مين في الفيلا؟ عندك انت يا عمرو، مش قلت ابوك مسافر؟ صالح مش هينفع. صالح انا ابويا لو جه وعرف هينفخني. خلاص نقعد هنا بقى وامي تسمعنا وبلغ عننا. لا 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 خلاص عندي. ليه امي بلغ عننا؟ لا 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 خلاص عندي. بس بلغ عننا. خلاص بقى عندي في الفيلا. لا امه بلغ عننا. خلاص بقى اعمل لنا قفله.